نحكيو على العلاقات بين الاصحاب وبين الفاميليات. برشا يقول لك ما عادش الناس تمشي لبعضها وتزور بعضها، لا كي تبدا فما دفينه يقطع مسافه الكيلومترات باش يدفنوا، لكن وقت اللي يبدا عايش مستحقه، مستحق فما حد يطلع عليه ما يمشي له حتى حد. والله مش باش نقول، معناها مشاغل الحياه ما فماش حتى داعي، حتى بالتليفون، حتى تحكي على سيرة الرحم. هي العبيد توا البو ولا الأم حتى كي يبدو في حالة انفصال، معناها ما عادش يرحموا بعضهم في صغارهم. معناها تصور أنت، أنا نحكي عن تجربة مش نحكي معناها حاجة، أنا بنتي معناها بو بنتي أنا ويا في خلاف، معناها فهمت عادي أون كوبل كيما أي الناس، ما تفاهمناش ما نجموش نتفاهموا. معناها هو عنده طبيعة وأنا عندي طبيعة، ما نجمتش طبيعتنا تركب على بعضها. مشيت شكون ضحيتها؟ بنتي. معناها ما عادش يحب يكلمها، ما عادش يحب يحكي معاها، ما يحب. معناها أنت ما تحكيش على عبيد بعاد، مش نحكي على خال ولا عم، ولا نحكي على بو البنته، معناها اللي هو هذا صحيت واجب عليه باش يزورها. تصور معناها حتى نهز التليفون ونقول له المشاكل اللي بيني وبينك، ما يسالش، ما عندي فيها، مانيش معارضتك في اللي باش تعمل فيه فيا انا. معناها هذيك انا اختياري، انا اخترتك انت باش تكون شريك حياتي، اما ما اخترتكش باش تكون معناها بو بنتي باش تعمل فيها هكيك. تصور نقول له راهي حتى بنتك تاعبه، معناها تبكي عليها، تبكي على ابوها. تصور انت طفلة عمرها 6 سنين داخله لونتري سكولي نورمالمون، معناها حتى دعم نفسي لها هي شنية باش تخزن للدنيا. يقول لي لي انا ما حاشتيش بيك وما حاشتيش بيها. قل له انا ما تربطش معناها مصيرك مع مصير بنتك بمصيري انا، فهمت؟ خلي كل واحد وحده، معناها حاسبني انا غلطت ولا ما تفاهمنيش، ولا انا معناها من حاولت له ماكس باش نعمل باش انا نتفاهم معاه، لكن ما نجحتش العلاقه. لقيتها على حساب صحتي، معناها على حساب اعصابي، على حساب برشا حاجات، فهمت؟ ومواكي ما نجحتش علاقتنا كراجل ومراه اون كوبل، خليها تنجح كابو وبنته. جامي لافيد، بالعكس يدخل بنته فيك انت، معناها لازم هي تدفع الفاتوره وانت تدفع الفاتوره. شو باش تحكي لي معناها على العم ولا على الخال ولا على جار ولا ما عادش فما. ريت العبيد المشكله كلها تعرف اللي فما معناها سيله رحم، والكلها تعرف اللي فما معناها ماخذت خاطر، والكلها تفهم، لكن كلها ما تطبق في حد شيء. الكل كلام، الكل حكايات وكهو، حاجه معناها ملموس باش تلقى شكون يقف معاك ولا باش تلقى شكون يعاونك. ديجا انا هاني نحكي فيها عن تجربه، راني ديما نقول تجربتي. واستانسنا هذيك هي الحياه، خاطر الدنيا عباد يجري على الدنيا ما يلقاش وقت باش يطلع على مالي، حولت حاله عادي وقت اللي يسمع لي اوبليجي ولات حاجه بصفه عليه. هذيك هي خاطر اللي هي عنده خدمه، عنده قرايه اولاد، وتو نشوف من روحي انا ما نلقاش وقت انا باش نطلع على امي باش نطلع على خواتي. كان كي نسمع على قدر حاجه نولي نجري بالسيف. سامحني في الخدمه ما يخليكش تخرج من الخدمه باش تقول له نمشي نطلع على دارنا. سبت واحد كيفاش يتعدى كرون ميناج، انا نشوف روحي كامرا وصغار وكل شيء باش نقري اولادي. انا اما ابجل عائلتي صغيره ولا عائلتي الكبيره، نولي نبجل عائلتي صغيره على عائلتي الكبيره. صحيح، موضوع هذا موضوع العصر نجم نقول، على خاطر نحن ما عادش ثم نقولوا نحن سوسيابيليتي، ما عادش متكاتفين كما قبل، فهمت؟ تو كل واحد حليته في روحه كما قلت انت، معناتها كي تبدا كان ثم دفينا ولا ساعات تبدا ثم فرح القريب القريب، باقي ما ثماش، فهمت؟ لا ثم علاقات لا ثم حتى شيء. هذه الظاهره مش جديده، هذه ظاهرة معنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وصله وصلته وما قطعه قطعته. هذه تدخل فيها الأوصر نتاع العائلة، تفكت العائلة وتضربت. علاش؟ من الجشع وتلقى من الميراث، تلقاها الزوجة ولا الزوج هذا ما يحبش مرت خوه، هذا ما تحبش أمه، هذه لهنا ضربت القيم، المبادئ ضربت. قلة الوعي مع الدنيا تبدت وتعقدت وصعبت وعرفت شنو كل فله في نوار واختارت وضرب قلت لي انت عطيتني اكزومبل، قلت لي علي تذكروها كان في ولا في العزاء اكثر من الفرح، عرفت؟ لازم هذيك حاجه راهي بسيشيك، معناها حتى انديريكتومون ولا بار ريفليكس تتعمل. انت تجيك مثلا انفيتاسيون في عرس وتسمع بواحد توفى وقريب لك، ديريكتومون تمشي للزنازه وما تمشيش للفرح، وما لقري عندك انفيتاسيون للفرح. بالنسبه للعائلات دو بوان دو في بيرسونيل، نجم نقول
ما ثمش برشا ألفة معناتها، ما ثمش كان كي يبدو قراب بيك. مثلا كيفنا نحن كنا عايشين عائلة كبيرة في دار واحدة، كنا قراب برشا، فهمت؟ بعد كي تفرتنا معناتها رغم اللي مش بعاد المسافات راهو، تحس كل واحد جبد روحه وجبد روحه، فهمت؟ اللي حس تولي تحس روحك وش عليك عايش وحدك، معناتها حدك حد البو، مش معزول معزول بس بمعنى الكلمة، ما تنجم تقول عايش دوبك دوب روحك، معناتها فك البلاصة اللي أنت تعيش فيها الأكثر ولا أقل، معناتها جوست باك الجيران اللي تشوفهم في الحومة مثلا ولاد الحومة، تشوفهم في الخدمة، فهمت؟ كاو جوست أكثر ولا أقل، معناتها ما ثماش هيك الألفة، أنا قلت لك ما عادش كيما قبل. كي نشوفوا مثلا فما زوز عائلات كل واحد في ولاية مثلا ما يمشوش يزوروا بعضهم لا في الافراح لا في يبدا فما مرض، بل بالعكس يمشي فقط اذا كان توفى ولا فما ميتة ولا فما حاجه هكا، يمشي بور بليزير، معش ما يمشي بالعاطفه ولا يمشي بك حاجه تربطوا بها القراب ولا حاجه، لا يمشي كك باش يقول فلان هوجه، فهمتني؟ يقول سجل حضوره، معناها سجل حضوره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اخر زمان يقصي القريب ويدني الغريب، الغريب يوليك خوك والقريب هو العدو نتاعك، تلقى فيه الخير يعني. اي هذه علامه من علامات الساعه. كيفاش عامله مع العائله في التواصل وحتى في الاصحاب زيد؟ والله ما نكذبش عليك، بالسيف كي نسمع مناسبه كي نسمع حاجه نولي نتلز باش نمشي بالسيف، خاطر ما نلقاش وقت، الوقت مشكله بتاع وقت هكا هو. ماذا بيا بيان سور ماذا بيا، انا مرا نخدم عندي صغار، انا اليوم ماذا خذيت كون جي باش نقضي قضيتي، اما خير نقضي قضيتي اللي معناها المزروب عليه ولا باش نطلع على فلان، نحس ولا تضيع وقت انا اصلا. والله والله بالحق الله غالب نحبهم الناس الكل، ماذا بيا كل يوم ندور من دار لدار، اما ربي وصانا والنبي وصانا. ايه نعرف نعرف مسافر في القلب، هذاك الحب في القلب، نتمنى لهم الخير ندعي لهم بالخير وكاه، شنو باش نعمل نوقف حياتي هنا. انا الحمد لله ما عندي كان اخت واحده، كنت هي امي هي اختي، ما تصورش انت قديش نحب اختي، اختي عندي مثالي الله يرحمها، ماتت وخلت لي خلت لي اربع صغار قمت بالواجب معهم والحمد لله، خاطر احنا نفهم ربي نعرف ديننا ونخاف ربي، واللحمه هي بالعائله، وقت الأب والأم يجيبوا عائلة يفرقوا ذاك ذكر هذاك أنسى هذاك نعمل هذا ذاك، لا ما لا إذا كنت تعدل إذا تم عدل إذا تعادل ولادك ما تبينش أنت تحب هذاك أكثر من الآخر، ثم ناس أذكياء حتى كي يشري لبسه يشتريها كيف كيف إكزيجي كيما هذا كيما هذاك، لأن تلقاه تفرق ما بين هذه أنثى ولا هذه ذكر، لا كيف كيف ولادك عاملهم كيف كيف باش يطلعوا وحبوا بعضهم، أما كي أنت تولي تحب تفرق بين هذا وهذا هذاك تحب أنت أكثر هذاك، يولي الخو يكره اخوه وتطلعك الغريزه هذيك يكبروا وتولي لك الكره ذاك الدفين باطني يظهر الوقت اللي يكبر يفيق به معناها تفكك الاسر. فما عائلات ما يعرفوش بعضهم مثلا بنات الخالات ولاد الخالات على البيت. يا اخي نحن فما حاجه بيزار برشا في البلاد هذي، احنا 12 مليون 12 مليون هكا ولا معناها مينيموم راهو كلنا ثلاثة أربع عائلات، معناها 12 مليون يتحطوا في الصين ولا في الهند يجيو هذوما يعبيو بهم مسرح غادي 12 مليون، وكيما قلت ملك ريسا معناها فما عائلات ولد العم ولد الخال ولا اللي هو يقعدوا بالعامين بثلاث سنين ما ي... وفما شكون كيما قلت ما يعرفوش بعضهم جمل. ولا شوف راهي هي راهي تبدا الحكايه كلها تبدا من العائله، وكل شيء يبدا من العائله، راه من الام والبو معناها التربيه. انت على شنو ربيت؟ توانسه قبل ما عرفش انا تو عمري 40 سنه عشت وظهري المراحل الكل معناتها قبل في التسعينات ولا في الاوائل الالفيه معناتها تحس مزيد ثم نقولوا حومه ثم حومه، حتى كتاب سونتر فيل هنا تحس ثم كالانتيميتي بين التوانسه، فهمت؟ اللي صار في 2011 قلب نقولوا نحن الموازين الكل. تحس العبيد ما عادش تخمم في بعضها، الدنيا تبدلت معناتها تحسنا مانيش نحنا حتى بينك وبين روحك راهو تبدا تقول شبيه هكا معناتها ماشي ماشي، تحس ثم حاجه معطله فهمت، ما عادش ثم كالالفه، الناس تجري 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 تاخذ منها تاخذ فلوسها منها تمشي تصرفها منها، معناتها تجري في ورا الدنيا فهمت باش تخلط لا اكثر ولا اقل، معناتها كالالفه باش نخصص وقت معناتها باش نمشي لصاحبي باش نمشي ما تلقاهاش فهمت. ثم حاجه تبدلت راهو في البلاد راهو الناس الكل نجم نقولها لك راهو ثم حاجه ما تنجمش تفهمها شنيا فهمت، اكثريتها
اجتماعية بالأساس، ما تحس الظروف هي اللي متحكم فينا، ما عادش نحن نحكم في الظروف، العكس تولى الظروف هي اللي تحكم فيك انت شنو تعمل شنو ما تعملش. كانوا قبل يسكنوا راهم بحذا بعضهم، قبل كانوا موجودين تو تفرقوا، يتبعوا في الخدمة اللي هبط يخدم في تونس اللي مشى اللي هذاك، علاش تفرقوا؟ فهمتني؟ يلسون اوبليجي، ماهيش معناها العباد الناس كل تحب بعضها ويحبوا سلطة الرحم تويس، اما يلسون اوبليجي وكاها. لكن البعض مش يقتل شوية؟ لا والله اللي يقتلها، توا الانترنت والتليفون والميسنجر وكل شيء، وسائل التواصل الاجتماعي تقرب أكثر من اللي تبع. شنو اللي ما عندناش؟ عندنا وسائل التواصل الاجتماعي الكل، تكلم في أي بلاد، في أي بلاصة، تحب تكلم بالتليفون تكلم، تحب تراه بالتصويرة تراه، وينو المشكل؟ باش تعنقوا وقت اللي تلقاها عنقوا.